مشاهدين، اهلا بحضراتكم من جديد. الكهرباء تعلن اليوم مواعيد انقطاع الكهرباء الجديدة والتي سينتهي العمل بها في شهر يوليو القادم. متى ستنقطع الكهرباء وما هي مدة فصل الكهرباء؟ هذا ما سنوضحه الآن مع حضراتكم من خلال هذه التغطية. تبدأ اليوم شركات توزيع الكهرباء التسعة على مستوى الجمهورية تطبيق المواعيد الجديدة لتخفيف الأحمال بعد التعديل، حيث أعلنت أمس الشركة القابضة للكهرباء عن تعديل جدول تخفيف الأحمال ابتداء من اليوم 8 مايو وحتى 20 يوليو بسبب عقد الامتحانات بمختلف المراحل الدراسية على مستوى الجمهورية. وجاء في البيان الذي نشرته الشركة القابضة لكهرباء مصر على صفحتها الرسمية فيسبوك أنه تم تعديل الميعاد ليصبح من 3 مساء وحتى الساعة 7 مساء لمدة لا تزيد عن ساعتين. المجموعة الأولى يتم الفصل من الساعة 4 حتى الساعة 6 بدلا من الساعة 11 حتى الساعة 1 ظهرا. المجموعة الثانية يتم الفصل من الساعة 4 إلى الساعة 6 بدلا من الساعة 12 حتى الساعة 2 ظهرا. المجموعة الثالثة يتم الفصل من الساعة 5 وحتى الساعة 7 بدلا من الساعة 1 ظهرا وحتى الساعة 3 عصرا. أما المجموعة الرابعة يتم الفصل من الساعة 5 حتى السابعة مساء بدلا من الثانية ظهرا حتى الساعة 4 مساء. المجموعة الخامسة يتم الفصل من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 5 كما هي الآن. والمجموعة السادسة يتم الفصل من الساعة 3 عصرا إلى الساعة 5 بدلا من الساعة 4 حتى الساعة 5 مساء. وكان محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزارة أعلن قبل أيام أن مجلس الوزراء قرر وقف تخفيف الأحمال في الكنائس خلال الأيام المقبلة على مستوى الجمهورية بمناسبة الاحتفال بالأعياد بالإخوة الأقباط، على أن يستأنف تخفيف الأحمال بعد ذلك. وأيضا أوضح الحمصاني أن وزارة الكهرباء راعت امتحانات الطلاب فيما يتعلق بتخفيف الأحمال، وسيتم التنسيق بين وزارتي الكهرباء والتربية والتعليم خلال الامتحانات، وهو ما تم بالفعل، مؤكدا أن الجدول الجديد يتناسب مع مواعيد الامتحانات. وتسعى الحكومة للتغلب على أزمة قطع الكهرباء وطبعا وقف برنامج تخفيف الأحمال بشكل نهائي من خلال توفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود وتنفيذ مشروعات جديدة وتحسين شبكات النقل وأيضا التوزيع. وحرصا على مصلحة الطلاب وانتظام سير عملية الامتحانات وبناء على التنسيق مع قطاع البترول، فقد تقرر تعديل جدول تخفيف الأحمال ابتداء من اليوم 8 مايو وحتى 20 يوليو بسبب عقد الامتحانات بمختلف المراحل الدراسية على مستوى الجمهورية لتصبح من 3 حتى 7 مساء موزعة على جميع مناطق الجمهورية، بحيث لا تزيد مدة الفصل عن كل منطقة عن ساعتين. وإلى هنا مشاهدينا نصل إلى نهاية تغطيتنا، بنشكر حضراتكم جدا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.